السلام عليكم. كان آمنا في ليلة رمضانية يقود باصا في طريق مزدحم بالمشاة والسيارات في منطقة يعتقد أنها آمنة، فلا اشتباكات فيها ولا قناصين، وفجأة أصيب برصاصة انطلقت من فوهة سلاح جندي كان على طقم عسكري. لا أحد يدري حتى ما هي المهمة التي خرج من أجلها هذا الطقم. الرصاصة قتلت الأستاذ فيصل البكيلي ليقضي نحبه عن 52 عاما، قضى 25 عاما منها في التعليم. قصة الأستاذ الشهيد فيصل البكيلي في الفيلم التالي، نشاهده ثم نعود. الأستاذ فيصل سلطان مدرس في ثانوية تعز، له حدود 28 سنة بالتدريس، حاله حال سبيله، من مدرسته يأخذهم الأجيال، مربي أجيال. لا ذنب له، إنه رجل مسالم. لا يؤذي أحد، لكن بلطجة وفلت يعني وقلة أمان. حصل يعني كنا يعني يوم 17 رمضان احنا في البيت، يعني صلينا التراويح المغرب والعشاء، صلينا التراويح وهذا أهله جالسين عند عمه بالمغتربين، فأخذ الدبب حقه فطر فطار قال نزل يجيبهم بعد صلاة التراويح يبقى يتعشوا. أنا ماشي بالسيارة قدام، والوالد مباشرة بعدي بالباص. أثناء ما أنا ماشي يعني جانا طقم يعني محاذي لنا مباشرة، يعني ماشي معنا مسافة كذا. بعد ذلك دخل الطقم مباشرة، حاول الطقم يعني بقدر المستطاع أنه يأخذ المجال بيني وبين والدي، يعني دخل مباشرة يعني بكل قوة الطقم، يعني دخل قدامه وأطلق النار على طول. الفرد من واحد من الفرد الذي بالوراء أطلق على النار على طول طلقة واحدة، يعني موجه توجيه خاص، يعني مميتة على طول. بعد ما أخذ الطاقم ضعيفة يعني مباشرة، الوالد ما قدرش يعني يأخذ مجال لا يمين ولا شمال، افتك الخط قدامي. أنا مشيت شوية بعدين سمعت الطلقة، الطاقم نفسه يعني متعمد يعني بكل قوة دخل قطع الخط بيني وبين والدي مباشرة، وإلا كان الطاقم باستطاعته يعني أن يمر أمامنا مباشرة، يعني الخط يعني نفس المجال خطين مع بعض. أخذ المجال ودخل وأطلق النار على والدي. القاتل سلم نفسه وقال لنا بأنا غلطت، أنا من غلطت، وسلموا للشرطة العسكرية. للشرطة العسكرية لأنهم تبع للشرطة العسكرية نفسه هذا القاتل. وصلت للشرطة العسكرية والعرض يجيبه. وهذا القتل نتيجة الاستهتار وعدم المسؤولية من المسؤولين، وتعد جريمة جنائية بحتة. ورغم هذا تحفظوا على القانين ورفضوا تسليمه للنيابة، ولنا الآن 4 أيام 5 أيام ونحن نتابع الشرطة العسكرية والجهات المختصة لتسليم القاني للنيابة للتحقيق. ورفضنا دفن الجثة حتى تسليم القاني، ورغم هذا امتنعت قيادة الشرطة ورغم أوامر رئيس النيابة بتسليمه للنيابة، ولم يتم تسليمه إلا أمس. احنا ما احناش عارفين، اتصلوا بنا انه في انه فيصل، اتصلوا بنا من تلفونه يقول لك في ناس اتصل ما قال انت اخو بس، قلنا قال اخوكم مصاب بالمستشفى، قلنا خير ان شاء الله يكون ممكن اصابه. نزلنا جينا والله قال عندي لا وصل عنده له ولا طلعهم ولا عارق عليه. بكل بساطه لا في اشتباكات ولا في يعني ايش اقول لك منطقه عسكريه ولا منطقه مواجهات ولا شيء، وسط المركزي وقت نفس الناس الباعه والمتقاولين كلهم وسط المركزي. يعني صاروا الناس لا ما هنا بتعز خاصه بتعز انهم عندهم مش قيمه، لهم مش قيمه، يعني يقتل الانسان بالشارع ولا يراعي شعور الاخر اللي بعده، هذا بعده اسره بعده عيال، هذا عنده 6 أطفال 6 عيال 6. بعد جهد جهيد، وبدل ما ان تكون الشرطه والامن والمحافظه لخدمه المواطن اصبحوا لخدمه القتله والمجرمين. ومع العلم ان كل من يرتكب جريمه في شارع في مدينه تعز، مش مدينه تعز هي 3 مديريات، كل من يرتكب جريمه هو يتبع قيادة محصصة، وهو والقيادة هي اللي تدعمه، كما هو الحاصل لمن قتل أخي فيصل سلطان. قاموا من اللي يتبعهم قاموا يحموا القتلة. الآن القيادة في تعز والمحافظة وغيره والشرطة والأمن لا يحموا المواطن، وإنما يحموا القتلة، وكل من يرتكب قتل يتبع جهة، هذا يتبع الفصيل فلان وهذا يتبع الفصيل فلان، يقتلوه في الشارع ويلجأ إلى حق المقاومة أو القيادة وانتهت المسألة، أصبح المواطن هو الضحية في تعز. وما كنا نتوقع أن نصل بنا الحال إلى هذه الدرجة. يسلم يحقق معه ويعرف كيف الغلط، كيف أنت إنسان
عسكري يعني، انت تعتبر انت عسكري، كيف تركب بالسياره وانت بالوصول المركزي الناس زحمه خلاص برمضان ما يمشيش، وانت فاتح الامان وماسك الزناد، ادنى حركه ادنى حركه حركه تاخذ 4-5 يقول بالاسبوع الاول الذي طلع الموتور رفع هذا وقتل له 2. احيانا احنا الان المقاومه اللي نامل بهم يعني تحرير تعز ما تقدرش تتكلم قدامه كلمه ولا تقدر تمشي حتى امامه، يرفع على طول الالي عليك. بالله عليك ايش احنا منتظرين تحرير تعز ولا منتظرين يحرر المواطنين من داخل تعز؟ احنا كان املنا كبير بالمقاومه هذه وبافراد المقاومه وبافراد الجيش الوطني داخل تعز، لكن اثبتوا لنا العكس تماما. لانه سلحوا ناس لا يفقهون بالامانه ولا بالاخلاق، كل من حمل السلاح هم بلاطقه اصلا، بلاطقه يقتل لا يدري ما عواقب القتل، انه يهدر نفس حرم الله قتلها، ويؤتم الاطفال والايتام. الان تعز كلهم ايتام وارامل بسبب من؟ بسبب افراد المقاومه الذين يحملون السلاح، ولا اقصد المقاومه الشريفه التي هم بالجبهات، وانما الذي يسمون المفصعين بداخل المدينه. وهذه هي نتيجه، والمسؤوليه تتحمل المسؤوليه كامل المحافظ مدير الامن وقياده المقاومه والمشايخ والاعيان، وهم من يتحملون المسؤوليه ونحملهم المسؤوليه الجنائيه، وسيتم محاسبتهم باذن الله تعالى، طال الوقت او اقصر سيتم محاسبتهم امام القضاء، لانهم المسؤولين الان، هم المسؤولين. انا لا يتحمل المسؤول اللي يقتل، يتحمل المسؤوليه الجهه اللي سلح النوت خلوه وسط المدينه يفصع وقاسين يقتلوا خلق الله. القتلى بالعشرات داخل مدينه تعز، مدينه تعز يا راجل كم عصر مدينه تعز؟ كم في بفصيل؟ كم يا فصائل؟ كم يا قاده مقاومه داخل محافظه تعز؟ ما استطاعوش يعني امين محافظه تعز اللي هي باب موسى وباب الكبير وعصيفره والمركزي، عجزوا عن تحرير يعني عن استباب الامن والامان فيها؟ قاده المقاومه داخل تعز لا يسعون الى تحرير تعز ولا يسعون الى استباب الامن داخل محافظه تعز، المحافظه الصغيره المحرره والمحافظه الصغيره التي تنحصر بين مصنع السمن والصابون وقوله اسمها هذه قوله الاخوه. يعني ايش صار؟ يعني صار ما لهمش قيمه، يعني صار الناس في تعز خاصه يعني ما لهمش قيمه ابدا، ولا في نظام ولا قانون يحكمهم ولا بشيء، يعني صار ما في نظام ولا قانون يحكمهم، يعني بلطجه كل واحد دولته براسه. ولم يتوقف هذا الان، ورغم ما يصلح كم يا قتلى كم يا شهداء، وكأنه لا سامع لا يسمعون شيء. وهذه قضية مقتل أخي، قضية جنائية بحتة، نحمل القيادة والمقاومة والقاتل وأفراد القتل وأفراد الطقم كامل، كونه قضية منظمة. لاحقوا أخي بالشارع وهو يقود باصه ليس له أي علاقة بشيء، وضايقوه ولا لما تعدوا إنه قتلوه ظلما وقتلا عمدا وعدوانا. لا يتواجدون داخل المدينة، ماذا يفعل الطقم داخل المركزين؟ هل لحماية الأمن والاستقرار؟ هل لحماية المواطن؟ هل هو موجه آلية ولا بندق يعني لأمن واستقرار الوطن والمواطن؟ أم للبلطجة وإثارة الفوضى والبلبلة ويعني إخافة الآمنين؟ مطالبنا القضاء وهو الأمن، أو أول شيء ستاب الأمن في تعز، هذا هو أهم شيء، بعد الأمان يصلح كل شيء. الأمان وضبط المسلحين والمفصعين بالشوارع وحمل السلاح العشوائي بأي طفل يحمله سلاح، هذا كله المفروض أنه ما يحملش. خلاص تعز محررة، تعز المدينة تسلم للأمن، تسلم للأمن للي عندهم خبرة بالأمن، للجيش للشرطة اللي عنده خبرة بحمل السلاح، خبرة كيف تستعمل السلاح. ما تقبل لك تمسك أطفال من أي شارع من أي زغط من أي هذا تحمله السلاح وما عندوش خبره بيحمله، ما عادك باستخدامه هذا. ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والعداله ستاخذ مجرها مهما كلف ومهما كلف.